هو يفجيني بريغوجين الذي تحدى بوتين، رجل أعمال روسي مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين. نشأ في أسرة متواضعة وتخرج صيدلانياً من معهد لينينغراد. يطلق عليه لقب طباخ بوتين لأن مطاعمه وشركاته مسؤولة عن تقديم الطعام لضيوف بوتين. يمتلك مجموعة من الشركات بما فيها شركات متهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. يخضع هو وشركاته وشركاؤه لعقوبات اقتصادية واتهامات جنائية في الولايات المتحدة. ولد عام 1961 في مدينة لينينغراد السوفيتية التي أصبح اسمها سان بطرسبرغ، ونشأ يتيماً إذ توفي والده وهو صغير. ألقي القبض عليه حين كان يبلغ من العمر حينها 18 عاماً بتهمة السرقة، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ. بريغوجين متزوج من صيدلانية وسيدة أعمال، ولهما ابنة اسمها بولينا وابن اسمه بافال. بعد خروجه من السجن بدأ في بيع النقانق، لكنه كان يضع نصب عينيه هدفاً أعلى من ذلك. ولم يمضي وقت طويل حتى امتلك بريغوجين حصة في سلسلة من المتاجر الكبرى في عام 1995. قرر أن الوقت قد حان لفتح مطعم مع شركائه في العمل، ثم بدأ في الفوز بعقود لتلبية فعالية حكومية كبرى من خلال شركة كونكورد التي أنشأها في التسعينات، وكانت الخطوة التالية هي عقود التوريد الحكومية العملاقة. في سبتمبر عام 2022 أقر رجل الأعمال الروسي المقرب من الكرملين أنه أسس مجموعة فاغنر شبه العسكرية عام 2014، وذلك للقتال في أوكرانيا، واعترف بانتشار العناصر منها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وأكد بريغوجين أنه أسس هذه المجموعة لإرسال مقاتلين مؤهلين إلى منطقة دونباس الأوكرانية في عام 2014. وفي الأسبوع الأخير من يونيو 2023 أعلنت فاغنر تمردها على القيادة العسكرية الروسية، واستولت بالفعل على مدينة روستوف جنوب غرب البلاد. لكن تدخل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو أدى إلى خفض التوتر وتراجع قوة فاغنر إلى ثكناتها.